السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المتابعين. وشوق غريب والمنتخب الأولمبي بعد التعادل 0-0 أمام أسبانيا بنخسر النهاردة من الأرجنتين 0-1، والأرجنتين طلع مهزومة الماتش الأولاني من أستراليا 0-2. النهاردة أستراليا تتغلب من أسبانيا وتتعقد العملية وتتعقد الحسابات. يا ترى اللي حسبوا بعد المباراة الأولى نتيجة حساباتهم صدقت دلوقتي، ولا الموضوع اختلف وبقت أسبانيا في الصدارة بأربع نقاط، أستراليا والأرجنتين ثلاث نقاط، ومصر نقطة وحيدة. حسابات كتيرة وتعقيدات كتيرة، وده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة من باصي للشباسي. وقبل ما نبدأ نشوف الحسابات والتعقيدات اللي في المجموعة، نشوف مباراة النهاردة مصر والأرجنتين. الكابتن شوقي غريب بدأ بمحمد الشناوي، أحمد حجازي ومحمود حمد الونش، أسامة جلال، كريم العراقي على اليمين، أحمد فتوح على الشمال. في نص الملعب أكرم توفيق ومعاه عمار حمدي، اللي تغيير على حساب إمام عاشور من المباراة الماضية. على اليمين صلاح محسن، على الشمال رمضان صبحي، ومهاجم وحيد أحمد ياسر ريان. الأرجنتين بدأ بهجوم ضاغط على منتخب مصر، وفعلا في الدقيقة الأولى أو الدقيقة الثانية أحمد حجازي بينقذ كرة ويحولها إلى ضربة ركنية، وفي الدقيقة الرابعة خطأ من أسامة جلال وتسديدة قوية من جيش مهاجم الأرجنتين في القائم الشمال لمحمد الشناوي، والحمد لله يحافظ على النتيجة 0-0. بعدها يبدأ المنتخب المصري يدخل في جو اللقاء، عمار حمدي وتمريرة لرمضان صبحي لكن ما أحسنش استغلالها. بعد كده سيطرة واستحواذ لفريق الأرجنتين لحد الدقيقة 13، محاولات لكن كلها كانت بتتكسر على أقدام الدفاع المصري ورؤوس الدفاع المصري، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، وأسامة جلال. بدأ المنتخب المصري يروح بهجمات مرتدة عن طريق رمضان صبحي، اللي كرة راوغ فيها كويس، فتح لنفسه الزاوية، ألوم عليه التسديد بس على الزاوية البعيدة أو في الزاوية البعيدة، لكن لقيته حاططها في الزاوية الضيقة، الحارس أنقذها. كرة كانت ممكن تغير سير اللقاء، لكن هجوميا احنا شكلنا أفضل في التوقيت ده أو أحسن من المباراة اللي فاتت. بدأنا نضغط تاني، وكرة تانية لأحمد ياسر ريان وتسديدة في جسم المدافع، ومراوغة من عمار حمدي اللي شايفه ان كان ممكن يشوطها من تسديدة واحدة. كرة سهلة جدا لعبها له رمضان صبحي بعد ما عدى من ناحية الشمال عمار حمدي، لو حطها مرة واحدة كانت ممكن تبقى احسن من كده، لكن فكر تفكيرين يلم ويعدي ولا يشوط، الكرة اتقطعت منه. وبدأنا في نسبة استحواذ لي الأرجنتين مرة تانية وضغط على المنتخب المصري، ولكن زي ما قلت التنظيم الدفاعي الجيد اللي كان عامله خماسي خط الظهر مع ارتداد عمار حمدي وأكرم توفيق من نص الملعب كان محجم لعيبة الأرجنتين، ومش قادرين يوصلوا غير بتصويبات كلها كانت فوق المرمى. كرتين ركنيتين أنقذهم الشناوي بسهولة، واختراقين قدر الونش يتعامل معاهم فيها، وياريت تركزوا. الحمد لله الجمهور المصري وجمهور الزمالك يدعي ان الحمد لله طلع الونش منها بسلام. كرة خطيرة، تاكلينج خطير، كان ممكن لا قدر الله يحصل له اصابة في ركبته الشمال، وركز في الصورة وشوف وانت تعرف. الحمد لله على سلامة الونش وان هي عدت على خير. نرجع للقاء مرة تانية، في الدقيقة 40 او الدقيقة 42 بيضغط الارجنتين مرة تانية ويحاولوا التسديد على مرمى الشناوي، وان هم يمروا من ناحية أسامة جلال وكريم العراقي، لكن تغطية أحمد حجازي كانت ممتازة وتغطية الونش ورا أحمد فتوح فوق الممتازة. الشوط الأولاني في مجمله أداء جيد لمنتخب مصر، رحنا بثلاث كور كان ممكن نحرز منهم هدف على الأقل، كرة رمضان صبحي وكرة عمار حمدي اللي استلمها وكرة أحمد ياسر ريان التسديدة اللي جات في جسم المدافع. انتهى الشوط الأول بالتعادل وقلنا بشرة خير، ممكن الشوط الثاني يكون أفضل. في الشوط الثاني الأرجنتين نزلة ضغطة من أول دقيقة، وفعلا في الدقيقة 52 أحرز الأرجنتين الهدف
من ضربة ركنية اتلعبت على مرتين، اتأخر صلاح محسن ان هو يروح يغطي مع كريم فؤاد اللي نزل مكان كريم العراقي في بداية الشوط. مدينة طلع ركب الكرة قبل أسامة جلال، جت في القائم الشمال للشناوي، رجعت تاني، وسوء التمركز من لاعبي خط ظهر المنتخب بالكامل هي السبب. الكرة رجعت تاني المدينة، يعني انت تخيل اللاعب اللي طلع لعب الكرة بدماغه وتيجي في القائم ترجع له هو تاني من غير اي تغطية دفاعية من الثلاثي اللي في قلب الدفاع، سواء احمد حجازي او الونش او اسامة جلال اللي كان في الاساس مشترك مع اللاعب. الكرة انت طلعت يا اسامة، ما اخدتش الكرة، السكند بول تبقى بتاعتك، التطفيشة التانية بتاعت خط الدفاع، لكن تروح للمهاجم تاني، الوضع كان صعب. الشناوي ما يعملش فيها حاجة، اتقدمت الارجنتين، بدأ شوقي غريب بعد 8 دقايق من الهدف يعمل تغييرين، طلع عمار حمدي اللي انا شايفه من وجهة نظري وبختلف مع ناس كتير انه هو افضل اللعيبة، هو واكرم توفيق في نص الملعب، خرجه هو وصلاح محسن ولعب مكانهم امام عاشور وطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر بيحاول يعتمد على خبراته، بيحاول يروح ويسدد تسديدة في السماء، مفيش لعب جماعي من الفرقتين، احنا دخل فينا جون. اول تغيير كان المفروض يكون اسامة جلال، تغيير متأخر من الكابتن شوقي غريب بنزول ناصر ماهر في الدقيقة 78، يعني قبل 12 دقيقة من انتهاء اللقاء، وانت اساسا مش مضغوط بتلعب ليه بثلاثة ورا؟ كل دي الاراء اللي اتكلم فيها المحللين والنقاد حتى الجماهير، الناس اللي بتشجع كورة قال لك احنا خلاص واحد زي اتنين، ليه مصمم على وجود أسامة جلال في ظل ان الارجنتين بعد الهدف لحد الدقيقة 70 بدأت تدي لك الاستحواذ، ولكن استحواذ بدون خطورة حقيقية، الطرفين ما بيزيدوش. اول مرة يزيد احمد فتوح في الدقيقة 70، كريم فؤاد وعلامات استفهام، كريم فؤاد ولا كريم العراقي؟ مين الافضل يكون موجود؟ ولا كرة عرضية من ناحية اليمين ولا كرة عرضية من ناحية الشمال، في ظل غياب مهاجم احمد ريان لوحده، افتقدنا مصطفى محمد راس حربة محطة وامكانياته عالية، لكن هنرجع لاختيارات الكابتن شوقي غريب او ان مصطفى محمد رفض يجي. انا كاختيارات ليه اختار اتنين مدافعين وحارس مرمى لما ممكن اعمل عمود فقري للفريق، اجيب نص ملعب كويس، انا ما عنديش رقم 10 في الملعب غير ناصر ماهر وانت مقعده بره. هل يا ترى ظلم احمد عبد القادر لاعب سموحه اللي انت مرضتش تاخده هو السبب في كل ده؟ نقمه، احمد عبد القادر كان يفيد في ماتشات زي دي، مستواه كان ثابت، اداؤه عالي، كان ممكن يلعب على لعيبه زي اللي في الملعب سواء صلاح محسن او طاهر محمد طاهر. النهارده افضل اداء لرمضان صبحي، افضل من المباراه اللي فاتت، هو اللي كان بينقلك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه، وفعلا اخد اكتر من فاول وراح بكورتين للمرمى، ولكن الدفاع الارجنتيني وحارس مرماه كانوا في الموعد، وانت ما قدرتش تنوع تكتيكيا، حتى لما نزلت ناصر ماهر، ناصر ماهر انت منزله عشان تلعب كوره، كرات عاليه من ناصر ماهر على بال ما ياخد حساسيه المباراه كان المباراه خلصت، ما لعبش غير كورتين وكورتين طوليتين. ده اللي برجع واتكلم فيه، احنا ما عندناش اللعيب اللي بيبدا الهجمه من تحت، انت لاعب بثلاثه ورا في خط الدفاع، لازم الطرفين يزيدوا، الطرفين مش هيزيدوا بكرات لولبيه وكرات بالونيه، لازم احضر من تحت، وللاسف مع احترامي الكامل لمحمود الونش ولاحمد حجازي وخبرتهم ما بيعرفوش يحضروا من تحت. كان من باب اولى انك تجيب لاعب تاني في نص الملعب يقدر ينقل لك الكرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، عمار كان بيقوم بيها انت طلعته في الدقيقة 60. كل دي حوارات وعلامات استفهام للمدرب شوقي غريب. وبطرح عليكم سؤال، يا ترى هل ظلم بعض اللاعبين في عدم الانضمام وتعنت شوقي غريب لحساب بعض اللاعبين على حساب لاعبين تانيين هو السبب؟ ولا اختيار الثلاثة الكبار كان خاطئ باعتماده على اثنين مدافعين ومحمد الشناوي، وده يبين لك على النية الدفاعية اللي كان هيقوم بها شوقي غريب؟ هل يا ترى شوقي غريب خاف من اسماء اسبانيا والارجنتين وتعامل معاهم كده؟ المباراة النهاردة كانت في المتناول،
كان ممكن نكسب الأرجنتين زي ما أستراليا كسبتها. إحنا تعادلنا مع إسبانيا، أستراليا كسبت الأرجنتين، النهاردة إسبانيا بتكسب أستراليا 2-1-0. ده يبين لك إن الكورة ملهاش كبير، ما بنلعبش بالسمعة ولا بالتاريخ. مصر في كأس القارات كسبت إيطاليا، الكورة ما فيش فيها مستحيل يا كابتن شوقي. اللقطة الثالثة اللي حابب أتكلم عنها هي فدائية محمود الونش اللي اتطور مستواه، وأنا عن نفسي شفته في كأس العالم العسكرية اللي كانت هنا في مسقط شيء، والوقت الونش شيء تاني خالص. لازم أشجعه ولازم أقول له أنت أفضل مساك الوقت في الدوري المصري. النهاردة لقطة في تاكلينج مع اللاعب رقم 16 باريو، كان ممكن حمد الونش يحصل له فيها إصابة في الركبة، ولكن رجولة وفدائية الونش طلع الكورة استمر، والحمد لله ربنا ستر. نيجي بقى لحسابات المجموعة ونجهز ورقة وقلم ونقول أنا ما معيش لا ورقة ولا قلم، هقول لك بالبركة وتوفيق ربنا مع المنتخب المصري، لكن أنا وجهة نظري أستراليا هتكسبنا الماتش الجاي. يا عم تفائل، لا بالوضع اللي احنا شايفينه، اذا احنا خايفين من الارجنتين واسبانيا وكان ممكن نلعب عليهم كورة وطلعنا بنقطة، اكيد هيجيلنا نقطة في ماتش استراليا، ان لم يكن في حسابات تانية في دماغ كابتن شوقي غريب. الله المستعان. اسبانيا انا برجعها ان هي تعمل المفاجأة، او مش مفاجأة، ان هي تكسب الارجنتين او تتعادل معاها وتصعد مع استراليا. يبقى انا ترشيحي من المجموعة استراليا واسبانيا. انتوا اقعدوا اعملوا حساباتكم وشوفوا ازاي مصر تصعد. انا عن قناعة شخصية حرام ان مصر تصعد، للأسف بقول كده لان ادائنا وامكانيات لاعبينا لا تؤهلهم للصعود للدور الثاني. اتمنى كلامي ما يكونش زعلكم، لكن لازم ما نعملش زي النعام وندفن راسنا في التراب او في الرمال. منتخبنا لا يستحق الوصول للدور الثاني. شفنا السعودية بتلعب ازاي، يا اخي العب واخسر بس يبقى في اداء، وده اللي انا بقوله دايما، العب كورة واخسر بشرف. السعودية فريق مشرف، قدر ان هو يخسر حتى وان كانت المانيا بتلعب بعشر لاعبين، لكن بيلعب كورة احرز اهداف. الفريق الوحيد اللي محطش ولا هدف لحد دلوقتي منتخب مصر. وبكده تكون حلقتي خلصت النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، فعل زر الجرس ودوس اللايك.